بالنسبة للمناصب السياسية التي يمكن للمرأة أن تتولاها، يعني بالنسبة لي نعم للمناصب السياسية تنقسم إلى قسمين، مناصب مرتبطة بالدنيا ومناصب مرتبطة بالدين. فالمناصب المرتبطة بالدين يحتاج فيها إلى شروط وشدة، لأن تكاليفها كبيرة، وقد ذكرنا أنه لا بد فيها من تمام الدين، وأن المرأة خفف عنها في الدين. وكذلك كل المعذورين من الرجال أيضا ممنوعون من هذه المناصب الدينية الكبرى. فمثلا الإمامة العظمى لا يتولاها أعمى ولا أصم ولا أبكم ولا مقعد ولا جاهل ولا جائر ولا ظالم لنفسه أو لغيره، فهي ممنوعة على عدد كبير من الرجال. وكذلك هي ممنوعة على النساء من هذا القبيل، لأنها منصب ديني، فهي نيابة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسالة في الأصل منصب في أغلبه للرجال، لأن الله قال ما أرسلنا من قبلك في قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال طائفة من أهل العلم إن بعض النساء نبئن ولكن لم يرسلن، كحواء ومريم ابنة عمران، وهذا قول لبعض أهل السنة لكن لم يرسلن. أما الرسالة فهي مختصة بالرجال إجماعا، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما النساء ففي هذا الخلاف معروف لأهل السنة، وقد نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقال: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. ولكن مع ذلك انظر إلى تعظيم الله لمريم بنت عمران، فلم تذكر أنثى باسمها الصريح غير مريم، وقد ذكرت في القرآن 30 مرة باسمها الصريح. نعم وهذا تعظيم لشأنها ولمنزلتها. وقد بين للمناصب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ولا إمامة، يعني ليست خلافة عامة، يعني تولي الخلافة العامة التي هي نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، التي هي منصب ديني أولا. أما ما سوى ذلك كرئاسة بلد أو وزارة أو إدارة أو رئاسة أي مشروع أو أي شركة أو أي جهاز، فهذا ليس مثل المناصب الدينية العظمى. المناصب الدينية مثل الإمامة العظمى ومثل الخطابة ومثل القضاء وهو نوع ومثل من التخفيف على المرأة في يعني في عدم نعم نوع من استعدادها. التخفيف عليها، عن لأنها تعرض لها عوارض تضعفها عن هذه الأمور وتنقص أهليتها لها، كما أن بعض الرجال أيضا معذورون ولا يصح منهم ذلك. نعم. وليست المرأة وحدها ممنوعة من هذه المناصب، بل يمنع منها كثير من الرجال كما ذكرنا. رئاسة بلد من بلدان المسلمين أو تولي وزارة أو إدارة، هذا لا يسمى ليس منصبا دينيا. و لا يسمى منصبا دينيا عند وجود خلافة، نعم معناه لو وجد خليفة للمسلمين يؤله كلمتهم ويجمعهم على الحق، فرؤساء البلدان حينئذ تابعون له، وحينئذ ليست رئاسة البلدان منصبا دينيا. نعم فمن المعلوم أن الدولة الإسلامية فيها بمثابة ما يسمى بالاتحاد الكونفدرالي أو الفدرالي. فالأمير المؤمنين لم يكن يتدخل لأمراء الأمصار كأمير العراق أو أمير مصر أو أمير الشام، وهم الذين يولون ويعزلون على المدن التابعة لهم. ولم يكن الخليفة يتدخل لهم في الغالب في شؤونهم إلا إذا وقع منهم ظلم أو اعتداء، فالخليفة مراقب لكل نعم ذلك وهذه مسؤوليته. فلذلك إذا رجعت الخلافة، رجع نظام الخلافة، فلا مانع أن تتولى المرأة رئاسة أي دولة من هذه الدول التابعة للخليفة. جيد لكن عند عدم وجود الخلافة فمسؤوليات رؤساء هذه الدول وأمرائها وحكامها وملوكها تشمل المسؤولية الدينية، لأنها لا يمكن أن تلغى. وإذا كان فيهم شروطها واستطاعوا أن يقوموا بذلك الحمد لله فبها ونعمت، وإلا وجب أن يبحث لها عن من يقوم بها ويتولاها.